السلام عليكم أحبتي الكرام، هذه حلقة جديدة أقدمها لكم من قناتي قناة أحمد آرتس. طبعا أعتذر صار فترة ما رفع لكم أي فيديو، لكن اليوم حبيت أسوي لكم هذا الفيديو اللي هو راح يختص في برنامج سكتش بوك برو اللي موجود على نظام الويندوز. اليوم راح أراويكم شلون نقدر نسوي أنيميشن، يعني رسوم متحركة بسيطة بالنسبة لهذه الكرة اللي راح طبعا تسقط وراح تطخ بالشجرة وبعدين تنفجر. فراح أراويكم الخطوات مثل ما تشاهدون. نفتح البرنامج، ندخل على طبعا مثل ما تشاهدون برنامج فتحنا، نروح على فايل ونختار فليب بوك، نيو فليب بوك أنيميشن، نختار أول الخيار، الخيار الأول، وندوس نو بعدين أوكي. راح تطلع لنا هذه الواجهة مثل ما تشاهدون. على اليمين عندنا باك جراوند وميد جراوند وفور جراوند، فاحنا راح نختار الباك جراوند حتى نرسم الخلفية. كبر شوية اللوحة، شوية كبرها، وطبعا راح ابدي ارسم الخلفية عبارة يعني بس مجرد ارضية الارض، يعني ارسم خط، مجرد خط مستقيم، وبعدين راح ابدي ارسم يعني شجرة، مو شجرة كاملة ولكن شجرة مقطوعة حتى تكون يعني المركز اللي راح تسقط عليه الكرة وتنفجر. فأهم شيء نرسم الباك جراوند، الباك جراوند اللي هي الخلفية حتى ما تأثر علينا بوقت الرسم. فنرسم هسه على وضع الباك جراوند، اللاير الباك جراوند، نجي نرسم أول مرة الشجرة مثل بهالشكل هذا. نرسمها بهذا الشكل على مجرد تخطيط بسيط. طبعا إذا عجبكم هذا الفيديو أتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس وأيضا وضع لايك لهذا الفيديو حتى أستمر وياكم إن شاء الله عن قريب. وعندي لكم فيديو إن شاء الله عن قريب جدا راح أرفع لكم بخصوص بعض الأعمال اليدوية، فانتظروني إن شاء الله. نخلي بعض التفاصيل إذا تحبون أي شيء، مجرد إنه هذا يعطي شكل الأثق مع شجرة. شوي نسوي بعض نعالج بعض الأخطاء، مثلا الأرضية نمسحها شوية حتى تكون متجانسة أكثر مع الأرض. طبعا على فكرة أنا جاي استعمل لابتوب لينوفو يوغا 730، هذا اللابتوب خدته قبل فترة وجاي استعمله للرسم أيضا، جدا ممتاز، لذلك أنا دائما استعمله بهيج نوعية من الرسم، خاصة إذا استعمل رسم الديجيتال. إذا ما عندكم لابتوب رسم تقدرون تستعملون تابلت لوحي، يعني مجرد ينربط على الكمبيوتر باليو اس بي. عندي أنا فيديو مسوي قبل فترة على القناة بإمكانكم مشاهدته هنا على الفيديو، إذا تنقون على هذا الرابط تقدرون تشوفون الفيديو وتقدرون تشترونه من مواقع الأمازون إذا تحبون تشترون، جدا رخيص، يعني سعره كلش رخيص، وتقدرون تربطون على الكمبيوتر أو على اللابتوب وتقدرون ترسمون عليه مباشرة. فأنصحكم بالرسم على التابلت يعني بدل ما تستعملون الماوس. فنجي نختار الفور جراوند اللي هو راح تكون اللاير الاعلى، الاول وحده، حتى نجي نرسم الدائره الاولى مثل ما تشاهدون رسمتها بالكورنر. انا طبعا اختاريت الورقه الاولى، ادوس زائد وافعل اوبشن اللي هو انيون سكين بالانجليزي، معناتها نقدر نشوف الورقه اللي قبلها حتى نقدر نشوف شنو رسمنا، والجهة الثانية أيضا نقدر ندوسها إذا أردنا نشوف الرسم اللي بعدها. مثل ما تشاهدون رسمت الدائرة. هسه أنا طبعا حولت إلى الورقة الثانية مثل ما تشاهدون بالأسفل حتى أرسم الورقة الثانية، والآن أجي أرسم الورقة الثالثة بهالشكل هذا، يعني كل ورقة أرسم عليها دائرة ترمز للطوب يعني للكرة، ومثل ما تشاهدون جاي كأنها ما تسقط على الأرض، فأرسمها تدريجيا، أجي أنتقل إلى الورقة الرابعة وهكذا مثل ما تشاهدون. فأني هسه خليت طبعا مثل ما تشاهدون جاي أنتقل إلى الورقة الخامسة وجاي أرسم الكرات حسب ما هي تسقط على الأرض، يعني هي طريقة الأنيميشن 2D. من اوصل للارض شوف حركة الدائرة سويتها على شكل بيضوي باعتبار يسمونها بالانجليزي pull and stretch، يعني الكرة تنعصر تصير بشكل بيضوي بعدين تسقط على الغصن مثل ما تشاهدون وتنفجر.
هارسون بهذا الشكل باعتبار هي سقطت على الغصن، وبعدين الورقة اللي وراها الفريم اللي بعدها راح تكون بهالشكل هذا اللي هي مجرد خطوط تعبر على الانفجار يعني، بس مجرد هذه الحركات وهذه الرسوم وهذه الخطوط البسيطة. الآن ننتقل إنه بالفريم الأخير اللي راح هي طبعا استمر برسم بعض الخطوط تعبر عن الانفجار حتى شنو تكون يعني الحركة طبيعية. بعد ما تخلص يعني بعد ما تنفجر راح تكون بعض الأشياء متطايرة حتى تصبح يعني الحركة بسيطة. راح أعيد لكم الفيديو من بدايته شلون راح يعني حدوس بلاي وشوفون شلون راح تجي الكرة تسقط وبعدين تنفجر. طبعا انتم بامكانكم تخلون فريمات اكثر واحدة من الثانية قريبة حتى تصير الموشن يعني تصير طبيعية اكثر، لكن مثل ما شاهدون انا سويت هالشي تجي تطيح تسقط بعدين تنفجر على الغصن وهكذا. ان شاء الله اعجبكم هذا الفيديو حباي، واذا عجبكم اكيد مثل ما قلت لكم لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس، وان شاء الله بالمستقبل القريب راح ارفع لكم المزيد من هذه الدروس المفيدة اذا حبيتوا هذا البرنامج. ومثل ما قلت لكم هذا البرنامج هو الوحيد اللي موجود بهذه الصيغة، هذه الميزة اللي هي ميزة الفليب بوك انيميشن، ما موجود على وضع الاندرويد للأسف، بس مجرد فقط موجود على نظام الويندوز، وحخليكم الرابط في اسفل الفيديو بامكانكم تحميله مجانا. ان شاء الله لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروني في الحلقات القادمة، والى اللقاء.